بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأعزاء في هذا الفيديو الجديد على قناتكم بيسان والكرة، مباشرة إلى أخبار اليوم بعد هذا الفاصل القصير. يمر نادي بوردو الفرنسي بأزمة مالية خانقة، لكن رغم ذلك يحاول التعاقد مع بعض اللاعبين في عديد المراكز من بينها مركز الظهير الأيمن، أين رصد الجزائري وأحسن ظهير أيمن في الليغ 2 حكيم زدادكا. موقع بيت فوتبول كلوب الفرنسي قال أن زدادكا هو المفضل في هذا المركز، والنادي يسعى حثيثا لأجل ضمه. نشير إلى أن عقد زدادكا مع كليرمون فوت ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ورحيله صوب بوردو أو أي نادي آخر وارد هذا الصيف. مع رحيل دوناروما صوب باريس سان جيرمان وهاكان تشالهانوغلو صوب انتر، باتت إدارة ميلان في وضع حرج مع الأنصار، لذلك ستعمل سريعا على تأمين باقي اللاعبين وعلى رأسهم الجزائري إسماعيل بن ناصر. صحيفة لا غازيتا دولو سبور قالت يوم أمس أن مالديني سيسعى جاهدا لتجديد عقد الجزائري وتمديده عاما إضافيا، أي لغاية جوان من العام 2025. الهدف الأول من خلال هذا التجديد هو إزالة الشرط الجزائي الموجود في العقد والبالغ 50 مليون أورو، والذي سيكون ساري المفعول بداية من الفاتح جويلية المقبل، وإن لم تتمكن من ذلك فإنها ستسعى لرفعه وإيصاله على الأقل ل 70 مليون أورو، وفي حال رحيل بن ناصر بهذا الرقم فميلان سيكون مستفيد بكل تأكيد. لا غازيتا دولو سبور تتحدث عن تجديد بن ناصر وكأنه سهل، الأمر صعب جدا لأن بن ناصر سيطالب براتب كبير نظير التجديد، وإدارة ميلان التي لم تتمكن من تقديم 5 ملايين لتشانهانوغلو لن تكون قادرة على تقديمها لبن ناصر. ليوم آخر، ما زالت الصحافة الإسبانية تتحدث عن رحيل الجزائري سوفيان فيغولي صوب بلدي الوليد. الجديد ما أتت به صحيفة الجولد ديجيتال الإسبانية، والتي قالت أن فيغولي سيكون قائد المشروع الجديد للنادي. الجولد ديجيتال قالت أن بلد الوليد ستحاول في مقابل ذلك تخفيض سعر اللاعب، مستغلة رغبة الكل في تركيا في بيعه، وستقدم 2 مليون أورو أو حتى 1.5 مليون أورو فقط لأجل ضمه. سوفيان وبحسب ذات المصدر سيكون مضطرا للرحيل وربما صوب بلد الوليد نظرا للوضع السيء الذي سيعيشه، خاصة مع استمرار المدرب الحالي فتيح تيريم والذي سيهمشه بكل تأكيد. أعلنت وكالة سكور أجنسية الفرنسية الخاصة بتحويل اللاعبين والمدربين تعاقدها رسميا مع الدولي الجزائري أندي ديلور لتكون راعيته في السنوات المقبلة. تعاقد ديلور مع وكالة لتحويل اللاعبين أثار قلق صحافة مونبلييه، وأكد بصورة واضحة وجود تخطيط أو على الأقل نية للرحيل عن فريقه الحالي، وإلا ما الداعي للتعاقد مع وكيل جديد. موقع علي بايات قال أن أسباب التعاقد مع وكيل ليست واضحة لغاية الآن، على أمل ألا يكون الرحيل هو المقصود، وهو ما ستظهره بدون شك الأيام والأسابيع المقبلة. دخلت للموقع الرسمي لهذه الوكالة ووجدت أنها ترعى أسماء جيدة مثل لاكازيت لاعب أرسنال وأيضا غالتيه مدرب ليل بطل فرنسا، لكن أيضا الجزائريين سبانو راحو ومهدي زفان لاعب كريليا سوفيتوف. نشير إلى أن إدارة مونبلييه تملك رغبة كبيرة في بيع ديلور أو نجم الفريق الآخر لابور نظرا للذائقة المالية التي يعاني منها الفريق، كما نشير إلى أن أندي يحظى باهتمام كثير من الأندية سواء من فرنسا، ألمانيا، إسبانيا وأيضا قطر. كشف الصحفي الإيطالي الشهير أنطونيو كوربو أن العلاقة ليست جيدة بين الوكيل العالمي خورخي مانديس وإدارة نابولي منذ فترة، وهذا بسبب غلام. كوربو قال أن مانديس دفع إدارة نابولي لتجديد عقد اللاعب ورفع راتبه بعد إصابته الأولى في 2017، مع تقديم وعد له بنقله لنادي إنجليزي كبير وبمبلغ كبير، لكن ومع توالي السنوات وإصابات غلام المتكررة لم يتمكن من نقله، وكبد إدارة نابولي خسائر كبيرة دفعتها وما زالت تدفعها لغاية جوان من العام المقبل تاريخ نهاية عقد فوز غلام. على هامش تواجده في أحد الدورات المقامة في فرنسا للاعبين الصغار، أدلى الدولي الجزائري ولاعب بوردو مهدي زرقان بتصريحات لإذاعة ار جي اف ام المحلية، تكلم فيها عن عائلته، عن فريقه، وأيضا عن المنتخب الوطني.
ما يهمنا في تصريحات زورجان ما قاله عن المنتخب، حيث أكد سعادته الكبيرة بتواجده مع زملاء محرز وقال: أنا سعيد جدا، المدرب منحني الكثير من الثقة وتحدث معي كثيرا. في موسم الأول أكون مع المنتخب الوطني، إنه أمر رائع حقا. تواجدي مع لاعبين أبطال إفريقيا وإلى جانب رياض محرز ولاعبين كبار مثله في أول موسم لي، إنه أمر رائع. زورجان تكلم أيضا عن بوردو وألمح بقوة لبقائه الموسم المقبل، حيث قال: بالنسبة لفريق بوردو، الفريق منحني الثقة، أشعر أنني مرتاح في الفريق، أشارك باستمرار وهو الأهم في هذا الوضع. المتألق الجزائري تكلم في حواره أيضا عن نقاط ضعفه والتي وجب تصحيحها وتحسينها، وأكد أن من بينها قلة الأهداف، حين قال: على صعيد الإحصائيات سأحاول أن أحسن من نفسي، خاصة فيما يخص تسجيل الأهداف، لأن ذلك مهم جدا للثقة. زورجان بالمناسبة سجل هدف واحد فقط هذا الموسم في 27 لقاء شارك فيها. ورغم أنه ألمح بقوة لبقائه، إلا أن إذاعة أرجي أفام التي أجرت الحوار معه قالت أن الأمر غير ممكن، وأن إدارة بوردو تريد بيعه وتنتظر العروض. للإشارة، بوردو يمر بذائقة مالية خانقة، وهو بحاجة لبيع كثير من لاعبيه. أدلى باسكال بلانك مدرب نادي نيم بتصريحات لموقع ماليك دو الفرنسي اليوم الاثنين، فتح فيها الباب مشرعا للاعبه الجزائري كريم عريبي للرحيل. بلانك قال بصريح العبارة أنه في حال وجد عريبي ناديا يلعب له الموسم المقبل فالكل سيرحب برحيله، كتأكيد على وضعه في قائمة المسرحين كما كشفت عنه في عدد سابق. موقع لاكازيت دو نيم المحسوب على نادي نيم قال أن باسكال بلانك أراد أن يفتح صفحة جديدة مع عريبي ويمنحه فرصة جديدة، لكن الإدارة رفضت رفضا قاطعا وأكدت على ضرورة رحيله، لذلك أدلى بهذه التصريحات. أعلن الحساب الرسمي لرابطة أبطال إفريقيا على تويتر عن تشكيلة الدور النصف النهائي، والذي عرف السيطرة مصرية جنوب إفريقية كما هو ملاحظ، مع لاعب من الوداد ولاعب من الترجي هو الجزائري شتي. إلياس شتي وبحسب القائمين على الكاف قدم مستوى جيد في لقاء الأهلي، فرغم الخسارة إلا أن شتي قدم ذلك المستوى الذي لفت به أنظار الجميع دفاعيا وهجوميا. الترجي بالمناسبة خسر على أرضه بهدف وحيد من دون رد. إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى. المصادر في صندوق الوصف لمن يريد التعمق في أخبار اليوم أو التأكد منها. أتمنى أن يكون فيديو اليوم قد نال إعجابكم. أودعكم لنهار اليوم وأضرب لكم موعدا غدا الثلاثاء إن شاء الله في عدد جديد. ابقوا أوفياء للقناة وواصلوا دعمنا. السلام عليكم.